وقد أعلن المستشار كارل نهما الإغلاق على الأشخاص غير الملقحين بأنه سينتهي في 31 من يناير، وذلك بالاشتراك مع وزير الصحة فولفغانغ ميكشتاين في مؤتمر صحفي. فبحسب المستشار فإن سعة أسرة العناية المركزة في النمسا لا تزال مستقرة، ولهذا السبب سينتهي الإغلاق على الأشخاص غير الملقحين الاثنين المقبل، وهذا هو رأي الخبراء أيضا. وقال نهما: أولويتنا القصوى هي إبقاء القيود منخفضة قدر الإمكان وفقط لأطول فترة ضرورية للغاية، وبعد إغلاق، ويعد إغلاق الأشخاص غير الملقحين أحد أكثر الإجراءات صرامة التي يمكنك اتخاذها، والوضع في المستشفيات يسمح لنا بإنهاء هذا الوضع الآن. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا بثينة من أمام مبنى الأوبرا. مساء الخير بثينة. مساء النور ريم. بثينة، النمسا اليوم سجلت أكثر من 34 إصابة بكورونا، وفي نفس الوقت أعلن المستشار كارل نهما إنهاء الإغلاق على غير الملقحين، ويعني ده طبعا بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق 31 يناير. تقولي لنا إيه عن الوضع ده؟ طبعا طبعا ريم، مثل ما قلت أن وصلت الإصابات اليوم قرابة 34 ألف إصابة، وهذا هو يعتبر أعلى رقم تسجله النمسا منذ بدء الجائحة. ولذلك أو بالرغم من ذلك، أعلن مستشار النمسا كارل نهما في مجلس الوزراء وبحضور أيضا وزير الصحة فولفغانغ مونكشتاين أنه سوف يتم إنهاء الإغلاق للأشخاص الغير مطعمين، وذلك يوم 31 يناير أو يوم الاثنين المقبل. وأيضا أشار أن لجنة جيكو أو لجنة تنسيق كورونا أشارت أن أو هي تراقب عن كثب ارتفاع الإصابات، وأيضا أشارت أن إشغال الأسرة في وحدات العناية المركزة ما زال مستقرا، ولذلك من هو أو من غير المنطقي استمرار الإغلاق للأشخاص الغير مطعمين. وفي نفس الوقت تظل لائحة إصفاي جي سارية في قطاع الطهي وفي الفنادق وأيضا في محلات البيع بالتجزئة. وايضا من جانبه اضاف كان نهما ان ما زال الخطر موجود والاصابات ايضا ما زالت مرتفعه ولا بد من توخي الحذر، واشار ايضا الى 1.5 مليون شخص لم يتموا او لم ياخذوا التطعيم بضروره اخذ اللقاح قبل دخول قانون اللقاح الالزامي في اول فبراير. نعم بوسينا، النهارده برضو يعني سمعنا عن تخفيض صلاحيه الجواز الاخضر، تحكي لنا ايه اكتر عن الموضوع ده؟ بالإضافة إلى ذلك، أعلن المستشار كان نهما أيضا ووزير الصحة فولفغانغ مونكشتاين بتغييرات في شهادة التطعيم وصلاحيتها، بحيث سوف يتم تخفيض الحد الأدنى القانوني للفترة الزمنية بين التطعيم الثاني والثالث من 120 يوم ل 90 يوم، وأيضا توصي لجنة التلقيح بأخذ اللقاح الثالث في موعد لا يتجاوز 4 أشهر من اللقاح الثاني، وبذلك يعتبر شهادة التطعيم الخاصة بسلسلة اللقاحات الأولى، أي يعني لقاحان أو شفاء زائد لقاح واحد، تعتبر صالحة لمدة 180 يوم. أيضا باستثناء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، بتكون شهادة التطعيم الخاصة باللقاحات الأولى صالحة لمدة 210 يوم، وأيضا شهادة التطعيم الخاصة بالتطعيم المعزز، أي يعني 3 لقاحات أو تعافي زائد لقاحين، بتكون صالحة لمدة 270 يوم. وبذلك تظل أيضا شهادات التطعيم أو دليل التطعيم ساري لمدة 270 يوم أثناء الدخول إلى النمسا. بثينة، يعني النمسا بتسجل أعلى الإصابات وفي نفس الوقت بتخفض بعض الإجراءات، هل ده يعتبر مؤشر يعني لربما لإلغاء اللقاح الإلزامي أو تأجيله؟
طبعا ريم، نحن نراقب التطورات، ولكن كل المؤشرات بتقول أنه من المستحيل إلغاء قانون اللقاح الإلزامي، وذلك أشار أيضا وزير الصحة ووزير الداخلية جيرهارد كانا بأن اللقاح الإلزامي سوف يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير بمراحله الثلاثة، بداية من إخبار الناس أو إبلاغهم باللقاح الإلزامي إلى يوم 16 مارس الذي سوف يقوم فيه أو سوف يتم توقيع العقوبات الخاصة بلقاح كورونا، والمرحلة الثالثة التي بتعتبر مرحلة الطوارئ التي سوف يتم فيها تحديد موعد معين للقاح لكل شخص، وإذا تم أو عدم الامتثال لهذه المواعيد سوف يتم توقيع العقوبات. ولكن أظن أو أعتقد أنه من المستحيل إلغاء القانون الإلزامي أو اللقاح الإلزامي، وأنه سوف يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير. وأيضا أشار بالأمس وزير الصحة فولفغانغ موكشتاين أنه لم يتم الالتفات إلى الأحزاب التي تقوم أو الأحزاب التي تعارض اللقاح الإلزامي، وخاصة أن الأحزاب في أو معظم الأحزاب في المجلس أو البرلمان صوتت بنسبة 82% موافقة على دخول اللقاح الإلزامي حيز التنفيذ، وبالتالي صعب محاربته أمام المحكمة الدستورية وأنه دخل نظام الدستور ولم يتم أو من الصعب محاربته بعد ذلك. شكرا لك بثينة على هذه التفاصيل والمعلومات، كنت معنا من أمام مبنى الأوبرا، شكرا لك. شكرا ديم، شكرا.